طالب المئات من الطلبة الجامعيين في جامعة تكريت وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة تكريت في مقرها البديل بكركوك العمل على السماح لهم بأداء الامتحان من 100 درجة بدلا من الدوام في مدارس كركوك. الطلبة أكدوا أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل أو السكن داخل مدينة كركوك، كما أن الإجراءات مشددة لدخولهم وخروجهم عبر المنافذ المؤدية لكركوك من إقليم كردستان وإليه، ما قد يتسبب لهم بالتأخر عن مواعيد الدوام الرسمي.